طيب المسألة عموما لا تخرج من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن تتيقن أنك أدركت الركوع، بمعنى أنك جئت قلت الله أكبر اللي هي الإحرام، الله أكبر للركوع وركعت سبحان ربي العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، هذا أدركت أكيد 100%. الحالة الثانية طبعا يجوز أن تكبر تكبيرة إحرام واحدة من غير تكبيرة الركوع وتدخل تكبيرة الركوع فيها. الحالة الثانية أن تتيقن أنك ما أدركت، وتكبيرة الإحرام لا تكفي ترى للاعتداد بها، لابد أن تدرك الركوع، لابد أن تدرك الركوع. الحالة الثانية أن تتيقن أنك لم تدرك تكبيرة الإحرام، بمعنى أنك قلت لم تدرك الركوع، قلت الله أكبر إن الإمام قال سمع الله لمن حمده، تأكدت أنك ما أدركت، وبالتالي لا تعتد بهذه الركعة. الحالة الثالثة أن تبقى شاكا، وهي التي معنا، أن تبقى شاكا تقول أنا ما أدري يا جماعة، أنا قلت الله أكبر وركعت، هل أدركت هذا أم لم أدرك؟ ما تدري. ففي هذا الحال نقول خذ بالاحتياط، نعم، وألغي هذه الركعة وأتي بركعة بدلها، ولوجود الشك في صلاتك اسجد سجود سهو بعد السلام. لوجود هذا الاضطراب في الصلاة اسجد سجود السهو بعد السلام حتى تخرج من هذا الموضوع.